لأهم الأنباء من A1 TV، أهلا بكم. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أهمية إنشاء مراكز تدريب زراعية في مختلف مناطق المملكة لرفع قدرات المزارعين وتمكينهم تكنولوجيا وزيادة الإنتاج وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية. ولفت جلالته إلى ضرورة تحديد أولويات القطاع الزراعي وما يعترضه من معيقات لتنفيذ المزيد من المشاريع والارتقاء به خدمة للمزارعين ولزيادة فرص العمل. كما أكد جلالة الملك خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الزراعي. تبدأ وحدة تنسيق القبول الموحد استقبال طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية اعتباراً من صباح اليوم الخميس وحتى الساعة 12 ليلاً من يوم السبت. تبدأ وحدة تنسيق القبول الموحد استقبال طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية اعتباراً من صباح اليوم الخميس وحتى الساعة 12 ليلاً من يوم السبت. وبيّنت الوحدة أنه بإمكان الطالب الأردني الحاصل على معدل 65% فأكثر الدخول إلى الموقع الإلكتروني وتقديم الالتحاق وتخزين الخيارات، وبعد ذلك يقوم بدفع رسم تقديم الطلب طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية. سجل في الأردن 13 وفاة و888 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 10252 والإصابات إلى 786585 إصابة منذ بدء الجائحة في الأردن. ووفق الإيجاز اليومي الصادر عن وزارة الصحة، فقد تم إجراء 29145 فحصاً مخبرياً، وصلت نسبة الإيجابية منها إلى 3.5%. كما سجل في المملكة 697 حالة شفاء من فيروس كورونا، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 12031 حالة. ومن أخبار الرياضة، يشهد استاد عمان الدولي عند الساعة 8:30 من مساء اليوم قمة مباريات دور المحترفين لكرة القدم والتي تجمع فريقي الفيصلي والوحدات. وتجري المباراة في إطار منافسات الأسبوع 14 من دور المحترفين الذي يشهد تنافساً قوياً بين فرق الوحدات والسلط والرمثا والفيصلي. ويدير المباراة طاقم حكام عراقي بناء على طلب نادي الوحدات الذي سبق وأن خاطب اتحاد الكرة لطلب حكام من الخارج لإدارة هذه المباراة التي عادة ما تأتي قوية ومثيرة. نهاية الموجز، دمتم في أمان الله.